غادي نديرو دابا؟ بافير دي سموسي. ايوا غادي نديرو واحد الخلطه خاص بديسير ماشين تكل عندي هنا في الدار دوك انا كيقعد في الفريجيدير غادي يزير وينقص لا بوبل ما ياكلش الديسير بزاف. الو غادي ندير البرقوق من هذا المشمش الخوخ الكيوي بانان تفاح الملص الاحمر لي فريز هذا ما عرفتش كيسموه كيقولوا له هذا جاي ستيل مشمش جاي حلو. وعندنا هنايا شويه زبيب وعندنا هنايا هذا كيسموه سو سوركيس سوركيس سوريز سوريز. وعندنا التمر هنايا راني قال على الفا وكلش نقي مستيكي وكلشي. وعندنا الزبيب الاصفر وعندنا حليب البقرة حيت البقرة وعندنا جي هذا جي ناتور تاع جي باش ما ينقعش الفيديو 15 مينيت ولا طويل. هي عصرنا هادو وجدناهم كلشي ودروك غادي نبداو باش نبريبارو ونديرو لا بريباراسيون ونطحنوهم كلش ونخرجو حاجة ستيل شكل باش ينتكل كيما هاكا راهي قعد كيما هاكا وما غاديش يتكل الا قعد طول كل شيء غادي يضيع وينقص في لابوبال. الوغ نبروفيتي نخدمها ستيل جي جي كيما الياغورت ولا حاجة هاكا ما عرفتش كيف كيسميها لكم زعما ان فيت سي كوم ان سموسي حي جاي شوية كيما ياغورت مي تفلت ولا هاكا صافا بابا ها ماما نقولو مع كل شيء مغسول كل شيء راه نقي شاب اسمو اسمو تبغى غير تاكل وتقيس في الارض سوسو شوفيني اسمك دي كوكو بابا دي بيزو نديرو الفريز الفريز طبعا تاني نزيدو افوكا افوكا انا عارف ندي شحالات ولا حبة خاطش راني نشوف فيه ما عرفتش يقدني وهذا ديجا بدا يتعمر اسماء شو كديري حبة من هذه السنة لا لا الفاتحة
اسمع. غادي يخرج لنا بزاف، غادي نطحن هذا ونزيد الباقي باش ما غاديش يتكلف ونخليها هكا حبه في الفريجيدير ما غاديش ياكلو. بصح كي طحن كلشي وتصنع هكا هكا كليا يوت ولي يجي كيسمو ياكلو، ما يبقوش ياكلو ديسير. هذا تاني مش مش ستيل واحد اخر يجي كيما هكا. يا اسماء شو كدير؟ عشرتين بزاف ما يفتليش كلش، غادي نطحن هذا ومن بعد نزيد الزاوج خاصو نجيبش نخلي هذا كاع في الفريجيدير ماعرفش يتكل، وانا تسع ساعة نقيسو حبة ولا زوج تكون ضايعة. الوغ نبروفيتيو كاع ندير ديسير ستيل هاكا حليب لي كولور كاش مطحون في وسطه وين تكل كيما هكا يمكن بصاكي يقول حبات كيما هكا في الفريجيدير كلشي ياكلو غير بعينيهم برك كيما هكا ومن بعد يجي يضربو الطالون ما يتكلش كيما هكا يتكل. مساحتكم ومرحبا بكم وربي يحفظكم ان شاء الله. ما تنساوش الجيم بارطاجي مع احبابك مع لا فامي اجور اي توجور وربي يحفظكم ان شاء الله.
تشاو. اللي عجبه يقول بيان.